السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درسنا لهذا اليوم سنتابع الحديث عن قصص الحروف، وقد وصلنا إلى الجزء الرابع. وفي هذا الجزء سنتحدث عن حرف العين والغين والفاء والقاف. قصة حرف العين. عصام ولد يحب لعب كرة القدم، ذهب في العطلة مع رفاقه للعب المباراة النهائية في دوري المدرسة. استطاع عصام أن يحرز هدف الفوز في اللحظات الأخيرة. عاد للبيت مسروراً لأنهم حصلوا على كأس البطولة. في هذه القصة التي قرأناها نجد مجموعة من الكلمات تحتوي على حرف العين، وقد جاء هذا الحرف في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. فمثلا حرف العين جاء هنا في آخر الكلمة ولم يتصل بما قبله، لم يتصل حرف العين بحرف الألف الذي جاء قبله فكتب لوحده. أما حرف العين في أول الكلمة فجاءت في كلمة عصام، وكذلك جاءت في كلمة عادة وكلمة على. هنا العين في أول الكلمة. شكل العين في وسط الكلمة جاءت في عدة كلمات مثل كلمة لعبة وكلمة العطلة وكلمة للعب. هذه الكلمات احتوت على حرف العين ويكتب بهذا الشكل. أما حرف العين متصلا بآخر الكلمة عندما يأتي في آخر الكلمة فجاء في كلمة مع، ميم متصلة مع العين والعين متصلة بالحرف الذي جاء قبلها وهو الميم فتكتب بهذا الشكل. إذن شكل حرف العين يختلف في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة عن شكل الحرف العين عندما يكون لوحده. ننتقل الآن إلى حرف آخر وهو يشبه حرف العين، واسم هذا الحرف حرف الغين. فقط الاختلاف أن فوق العين الغين نقطة، أما العين لا توجد نقطة. هكذا نفرق بين الحرفين وهما متشابهان في الكتابة، في أول الكلمة وسط الكلمة وآخر الكلمة. هذا حرف الغين عندما يكون لوحده. لكن الآن سنقرأ قصة حرف الغين ثم نتحدث عن شكل الحرف في الكلمات. جلس غانم في حديقة المنزل يراقب السماء في يوم مشمس، فقد كانت السماء مليئة بالغيوم البيضاء. كان ينظر إلى غيمة ويتخيلها غزالا قد ركض حتى طار وبلغ عنان السماء، لكن سرعان ما يعود غانم من خياله بعد أن نادته أمه لتناول الطعام. فأنتم تعرفون أن الدماغ بحاجة للطعام حتى تستطيعوا أن تفكروا بشكل جيد. إذن عندنا عدة كلمات احتوت على حرف الغين، الكلمة غانم، الغيوم، غيمة، غزال، بلغة، والدماغ. ونشاهد أيضا أن حرف الغين جاء في أول الكلمة مثلا وآخر الكلمة. حرف الغين بهذا الشكل يكتب في آخر الكلمة عندما لا يتصل مع الحرف الذي قبله مثل كلمة الدماغ، وحرف الغين في أول الكلمة مثل كلمة غزال ومثل كلمة غانم وغيمة، هنا يكتب بهذا الشكل. أما حرف الغين في وسط الكلمة فهو يكتب بهذا الشكل مثل كلمة الغيوم. وحرف الغين في آخر الكلمة عندنا مثل كلمة بلاغة، يكتب متصلة مع الحرف الذي قبله، وهنا اتصلت مع حرف اللام. إذن هذا شكل حرف الغين، هو يشبه حرف العين. وننتقل الآن إلى الحرف الآخر وهو حرف الفاء، وسنقرأ قصة حرف الفاء. بينما كانت الفراشة الصغيرة تنتقل من زهرة إلى زهرة،
بدأ المطر يهطل بغزارة. اختبأت الفراشة تحت نبتة الفطر، وبعد قليل حضر فأر صغير، فأفسحت الفراشة مكانا له، فوقف الصديقان تحت الفطر حتى توقف المطر. إذن عندنا مجموعة من الكلمات تحتوي على حرف الفاء. حاولوا دائما كما قلت لكم سابقا أن يكون معكم دفتر وتكتبوا هذه الكلمات لتتدربوا على قراءتها وكتابتها وتعرفوا أشكال الحرف. عندنا الفاء عندما تأتي في أول كلمة مثل كلمة فأر، وعندنا كلمة فأفسحت بدأت بحرف الفاء، وعندنا فوقف بدأت بحرف الفاء. أما الفاء في وسط الكلمة فعندنا عدة كلمات مثل كلمة الفراشة، الفطر، وأفسحت، وعندنا الفطر تكررت مرة أخرى. أما الفاء في آخر الكلمة متصلة بما قبلها فعندنا كلمة توقف. توقف هنا الفاء متصلة بحرف قبلها وهو القاف، وحرف القاف ليست عنده مشكلة، يتصل بما قبله وبما بعده، ويكتب حرف الفاء لوحده مثل هذا الحرف، كلمة قصة حرف الفاء هنا هكذا يكتب لوحده مثل هذا الشكل. ننتقل الآن إلى الحرف الآخر الأخير وهو حرف القاف. قمر طفلة ذكية، قالت لمعلمتها: أنا أحب القراءة كثيرا لكنني أشعر بالقلق عندما أقرأ، بما تنصحينني؟ قالت لها المعلمة: عليك أن تقرأي القصص والقصائد وتتدربي على الإلقاء وأن تظهري مشاعرك أثناء القراءة بصدق حتى تصل قلب المتلقي. فرحت قمر بهذه النصائح وشكرت معلمتها. عندنا حرف القاف هذا الشكل عندما يكون لوحده، وعندنا مجموعة من الكلمات احتوت على حرف القاف، كلمة قمر، قالت، القراءة، القلق، فيها حرف القاف في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، كلمة أقرأ جاءت في وسط الكلمة لكنها لم تتصل بالألف لأن الألف كما قلنا سابقا لا يتصل بما بعده، كلمة تقرأي جاءت في وسط الكلمة، قصائد، القصص، الإلقاء جاءت في وسط الكلمة، القراءة، كلمة بصدق جاءت في آخر الكلمة وهي لم تتصل بما قبله لأن الدال من الحروف التي لا تتصل بما بعدها، قلب في أول كلمة، قمر في أول كلمة، المتلقي في وسط الكلمة. إذن عندنا مجموعة من الكلمات، والآن سنعين بعض هذه الكلمات. حرف القاف عندما يكون لوحده جاء في كلمة بصدق، جاء في آخر الكلمة، وحرف القاف في أول كلمة مثل كلمة قمر، عندنا كلمات أخرى مثل قلب جاءت أيضا وقالت في أول الكلمة. أما في وسط الكلمة عندنا عدة كلمات مثل كلمة تقرأي، قصائد، الإلقاء، القصص، والقاف في آخر الكلمة مثل كلمة القلق جاءت متصلة بالحرف الذي قبلها وهو حرف اللام. أما كلمة بصدق جاءت في آخر الكلمة لكنها لم تتصل بحرف الدال. وهكذا نكون قد أنهينا درسنا اليوم الجزء الرابع من قصص الحروف. أشكركم على حسن إصغائكم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.